إن كان الحيدري قد استفز بما طرح خصومه الذين يبحثون عن ثغرة في نقده، فهو لم يأتي بشيء من جيبه، بل أحال ما ذكره إلى مصادر معروفة ومتاحة. وإن كان ما أذاعه على الناس مستنكر، فحري بهم أن يعودوا إلى ما يسمونه رسائلهم العملية التي يتوارثون استنساخها ويزيلون منها ما يشكله الحيدري وغيره. عليهم أما أن يبقى المرجع في قفص التقليد، أعني تقليد أسلافه، رغم أن فقهاء الشيعة يزعمون أن ما يميزهم عن مذاهب السنة هو فتح باب الاجتهاد، والرجل في أدنى الأعذار مجتهد وله الحق في هذا، فلا يلام عندها الحيدري وغيره. من توجيه سهام النقد إلى الموروث الراهن من العقل الشيعي، رغم أن مساحة الراهن ضيقة وفي الكثير من تنميقاتها لا تخفى إنها عيال على الموروث. لقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الراحل فضل الله، لأنه طرح رأيا في مسألة تاريخية، وبعض المعالجات الخجولة لأمور اجتماعية لها حكم الضرورة، وسلطوا ألوانا من الناس في التشنيع عليه، حتى وصل الأمر إلى توظيف فائق الشيخ علي في الحملة قبل أن يصبح ليبراليا علمانيا في رأس العراقيين في سلسلة مقالات هجائية تشنيعية بذيئة نشرها في منتصف السبعينات في مجلة للإعلانات لا تتورع حتى عن نشر إعلانات بائعات الهوى اسمها الجالية العراقية. منذ تولي الطبقة السياسية الشيعية السلطة في العراق، والعملية الجارية الملازمة هي تخليف من تخلف من الشيعة، وإشاعة الأساطير والخرافات، وتعميق الإيمان بها، وتنامي مظاهر كانت تلقى نفورا من عامة الشيعة، ما خلا بعض ما من قلة قليلة كالتطبير والتطين والزحف وتقليد الكلاب في مشيتها ونباحها وغير هذا من المظاهر المقرفة والمعيبة. مظاهر الاحتفاء المبالغ به والذي يفوق حق حتى المعقول بالمناسبات الدينية جزء من هذا التوجه. السبب كما لا يخفى من عدة أسباب إن الطبقة السياسية لا تمتلك برنامجا وليس لها غرض غير النهب، لهذا تشغل الناس بهذا الأمر ليلتهوا عنها به. الحظوة والسطوة اليوم في العراق ليست للعلم والمعرفة والعلماء، بل الرواديد والروزخونية، وأكثرهم شهرة وقبولا هو ما يجاري عقول الناس ومستوى وعيهم بزيادة مستويات التخلفهم. قبل فترة وجيزة توفى الخطيب الحسيني المشهور السيد جاسم طويرجاوي رحمه الله، وقد شهدنا احتفاء شعبيا عارما بهذه المناسبة، ولكن اللقب الطاغي في نعيه هو ناعي الزهراء أو ناعي الحسين دون أي من صفاته ومناقبه الأخرى، وهي كثيرة. وهذه المرحلة المظلمة من تاريخ العراق والفكر الشيعي في العراق هي مرحلة النواعي وليس التفكير العقلاني. الرأي يرد عليه بالرأي لا بالتسقيط والتأليب، إلا إذا كان الطرف الآخر عاجزا، والمشكلة إن بقاء الفقه الشيعي على المراوحة في نفس المكان، حتى إن المرجع لا يكلف نفسه النظر في مستحدثات الأمور وهي لا تعد ولا تحصى، يحمل عامة الشيعة وزر هذه المرحلة ويدفع ثمنها الشيعي البسيط. والأثمان تتراوح من العزلة الاجتماعية وضياع فرص العيش في كثير من البلدان العربية والإسلامية، وتنتهي بالتفجيرات والمفخخات. وإن كانت مقولة التكفير قد فضحت مكنونات يرى البعض أن ليس من الحكمة إظهارها، أي أن تبقى الأمور مستورة لتتم المزايدة على الطرف السني بما يحويه تراثه من فتاوي تكفير، سنتناولها في الجزء القادم من هذا المنشور. مع إن وقائع كثيرة تثبت بأن المؤسسة الدينية سواء بالمراجع أو بما اصطلح على تسميته بالحاشية تفعل كل شيء عندما تتعرض للخطر، ولعل ما وقع بين الأصوليين والإخباريين مثل صارخ على ما يمكن أن يحسم الخلاف عندما تتهدد مصالح المؤسسة الدينية للخطر. وقد شهد التاريخ الشيعي المعاصر مثلين في تكميم الأفواه ومحاربة الرأي بطريقة تأليب العامة، كما وقع في إفتاء السيد أبي الحسن الأصفهاني في تحريم حضور مجالس الخطيب الحسيني المشهور السيد صالح الحلي. وقد ظل الأول
يلاحق الثاني في كل مدن العراق ببرقيات التنبيه إلى وكلائه في نشر التحريم بين الناس أو في فتوى تحريم السيد محسن الحكيم لحضور مجالس السيد جابر الغريفي المعروف بجابر آغائي. وقد تهيأ لي أن أتعرف على الرجل في سوريا، فوجدته غاية في الورع والتقوى والزهد والإباء وعزة النفس والمبدئية العالية، ولا تغيب عن البال الحملة المسعورة حقا التي تعرض لها السيد محمد حسين فضل الله في أن آرائه تتعلق بالتأريخ لا بالعقيدة، وكل هذه الحالات تختص بالرأي المختلف ولا أكثر من ذلك. فكيف حين يترتب على الرأي تهديد مباشر للزعامة وما يرتبط بها في من نفوذ ومصالح ومكاسب؟